السلام عليكم، صباح الخير. حاليا مطار امستردام، خلال بعد نص ساعة إن شاء الله في الطريق راح نأتي إلى كويتو عاصمة الإكوادور. بالنسبة للطيران، أنا راح أطير من طريق الطيران الكيلم الوحيد دايركت من أوروبا، يربط الإكوادور بأوروبا. سعر التذكرة تقريبا ماخذينها ب 550 باوند، يعني ما يعادل حول 2700 إلى 3000 درهم. طيران الخليج طبعا على الإماراتية ألين نيويورك، من نيويورك تبدأ الطيران على أعتقد أنه الأمريكي وتأخذ على Pregúntale de qué parte del mundo viene.